بص هناخد محاضرة هي كبيرة جدا بس هنقولها الابنورماليتيز ذا سكيلتون لان هما دول مش قليلين يعني بنشوفهم ومتاهة واسعين قوي هنركز فيهم على الابنورماليتيز بتاعة السكليتال ديسبليزيا الانسيدنس بتاع اللم انوماليز يعني الايد والرجل يبقى فيهم مشكله حوالي 2% فانت كل 100 حاله اثنين منهم هيطلع فيهم مشكله في الايد او الرجل او الظهر او كده يعني السكيلتون يعني السكيلتال ديسبليزيا دول عباره عن معظمهم جينيتك اوتوزومال ريسيسيف جينيتك ديزيز معظمهم لما فيهم اوتوزومال دوميننت فيهم حاجات ثانيه انما معظمهم كده من الحاجات اللي بتاثر في الليمز غير السكيلتال ديسبليزيا حاجات زي فاكرين الدواء اللي كان في كتب الفارماكولوجي التاليدومايد؟ طب مبقاش موجود فمش هنشوف بقى الايثايل الكحول الستاتين اللي بيشربوا اكثر كتير والانتي ابليبتيك دراجز زي ما كانوا هيأثروا على الهارت يأثروا على اي حاجه ثانيه كانت قصه انهم انتي فوليك اسيد فالحاجه اللي بعد كده اللي عايزكم تعرفوها امنيوتيك باند سندروم احنا قلنا الامنيوتيك باند في المحاضره بتاعت الامنيوتيك فلويد طبعا نسيبوه مش مهم المهم فاكرين قلنا الامنيوتيك باند ده لو لزقت في اي حته في البيبي بعدها امبيوتيشن او يعني الفاسكولار خلاص فما تنساش ابدا انه دي من الحاجات اللي بتاثر على الليم ولو البريجننسي بقى فيه بدري قوي في 20 اسبوع ولا حاجه كده سيفير اوليجو هيدرامنيس لاي سبب المايه نزلت المايه ما بتتعملش فبيحصل فيه بقى ديفورمتيز في الجوينتس والليمز بس دي مش كونجينيتال هي كونجينيتال ومش كونجينيتال يعني يبقى البيبي هيتولد بيها بس مش نتيجه حاجه وهو بيتعمل نتيجه بوستشرال بقى انه قاعد في اليوترس شهور طويله الجوينتس ما بتتحركش في وضع معين فبينزل بقى الايدين والرجلين معوجين كده ودي قصه يعني هي كونجينيتال اكوايرد كونجينيتال زي ما انت عايز تسميها انا ببقى عارف ان لو في سيفير اوليجو هيدرامنيس هيبقى في جوينت النورمالي دول السكريتال ديسبليزيا السندرومز كلهم حوالي 85 سندروم خلاص طبعا مستحيل حد يحفظ 85 سندروم غير بكثره الاطفال لان هم ما بتفرقش معاهم هم بيحفظوهم انما اللي مش عارفين هم ايه لان هم يعني ما حدش يقدر يشخصهم بسهوله انما اللي يهمنا فيهم احنا انه في مجموعه منهم بتموت الفيتس يعني بعد ما يتولد هيموت وفي مجموعه ما بتموتوش وده اللي انا اقدر اعمله وانا بعمل الانومالي سكان اقدر اقول دي سكليتال ديسبليزيا من النوع اللي بيموت او دي مش ودي من النوع اللي ما بيموتش دي ليثال ودي نون ليثال وده اهم حاجه فانا قسمت ال 85 دول الى مجموعتين مش مهم الاسماء اللي تحتيهم انما بس انا عايز التقرير يبقى في ليثال ولا نون ليثال خلاص ليه لان لما تقول للدكتور ده ليثال سكريتال ديسبليزيا هيقول للام ننزل البيبي نعمل ابورشن لما تقول نون ليثال يبقى يعيش تمام واحكي لكم قصه بقى في الموضوع ده انه اولا السكريتال ديسبليزيا دول احنا قلنا ان هم 85 حاجه الانسيدنس بتاعهم كل 4000 حاله من يعني 4000 ولاده واحده منهم بالسكريتال ديسبليزيا يعني ده مش قليل يعني 5-6 حالات جلاء السنة مش كده زي ما قلنا امبارح الكومنست هم دول خلاص دول اكتر حاجات بنشوفها ويمكن انتوا عارفين الاسماء التراتوفور ديسبليزيا والايكوندروبليزيا اللي هي بتاعت الاقزام بتوع السلك والتيكوندروجينيسيس اللي افظع شويه وهقول لكم يعني ايه والاوستيوجينيسيس امبرفكتا فاكرين اللي قلنا امبارح ان الجهات اللي بيتكسروا دول بدايه السكريتال ديسبليزيا دول كلهم بيخلوا اللونج بون بتوع البيبي قصيرين. بفتح الكلام. وبالتالي انا بشك فيهم امتى؟ لما اجي اقيس الفيمر. الاقي الفيمر بتاع البيبي ده قصيره عن اللي انا متوقعه بكتير. ابتدي اشك في سكليتال ديسبليزيا. اول حاجه اعملها بعد كده اقيس الفيمر الناحيه الثانيه. لحسن تكون حاجه ايزوليتد ان الفيمر دي هي اللي فيها مشكله والباقي كله كويس لو لقيت الفيمر الثانيه كمان قصيره
يبقى حتما ولازما اقيس كل اللونج بونز، يعني اقيس الهيومرس على الناحيتين والريديس والالنا والتيبيا والفيبيولا على الناحيتين، هيطلعوا كلهم قصيرين. قصيرين يعني ايه؟ اقل من الاكسبكتد المينيمم بتاع الحمل العمر ده للفيتس. انا اذا كان 20 اسبوع فاكرين الشارتس الفيفث برسنتايل مش عارف ايه، يطلعوا تحت الفيفث برسنتايل ده بكتير، يبقى كده بقت سكليتال ديسبليزيا. خلاص، هي مشكلتها ايه؟ شايفين في اسمها اوستيوكوندرو ديسبليزيا، يعني ديسبليزيا يعني حاجه ما بتتعملش صح في الاوستيوم اللي هو العظم، والكوندروم اللي هو الكارتلج. الكارتلج هو اللي بيطلع العظم مش كده؟ فالكارتلج اللي بيطلع اللونج بون باظ، فما بيطلعش لونج بون كفايه فيطلع قصير. طب ايه تاني غير اللي في الابر واللور لمس في جسمنا لونج بون؟ الريبس هيبقوا كمان هم قصيرين، ما هم لونج بونز. طب لما الريبس يبقوا قصيرين يحصل ايه؟ التشيست كافيتي تبقى صغيره. طب لما التشيست كافيتي تبقى صغيره ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يتفعس؟ الهارت ما يهموش، اللنج. اللنج اذا يبقوا صغيرين يبقى عندهم بالمونري هايبوبليزيا، وده سبب الوفاه. لما يتولد البيبي اللنجز بتوعه صغيرين، يجي يتنفس ما يتنفسش يموت. يبقى انا عرفت انها سكليتال ديسبليزيا، ان لقيت جيت اقيس الفيمر لقيتها قصيره، قست كل اللونج بونز لقيتهم كمان قصيرين، اروح قايس الثوراسيك سيركمفرنس. قال ايه صغير؟ يعني ايه صغير؟ طبعا ليه البرسنتايلز بتاعته، انما بالبلدي كده الاقيه اصغر من الابدومينال سيركمفرنس. نورمال في الميتو بالنسبه ل 20 و25 اسبوع الابدومينال سيركمفرنس تقريبا قد الثوراسيك سيركمفرنس. خلاص، لو لقيته اقل منه بكتير يبقى ده فيري سمول تشيست، بوسيبل هيبقى معاه فالمونري هايبوبليزيا. خلي بالك ما اقدرش اقيس اللنج، ما فيش طريقه دلوقتي نقيس بيها اللنج بدقه جوه البيبي عشان نقول دي صغيره ودي كبيره، فبنعتمد على الثوراسيك سيركمفرنس. لو طلع صغير قوي يبقى ده ليثال سكليتال ديسبليزيا، ولو طلع ثوراسيك سيركمفرنس حل يعني قد الابدومينال سيركمفرنس ما هوش صغير ولا حاجه، يبقى ده نون ليثال سكليتال ديسبليزيا. خلاص، اسمها ايه بقى لما بيتولد؟ تمام، خلاص اتفقنا على كده. طيب هنشوف شويه حاجات بقى. يبقى اول فتح الكلام هو قياس الفيمر. خلاص، نمره 2 بقى، طب لو لقيت الفيمر قصيره قبل ما اروح اقيس كل حاجه ثانيه، مش جايز الفيمر قصيره عشان رونج ديتس؟ يعني هي جايه تقول انا 20 اسبوع، وهي مش 20 ولا حاجه، هي 16 ولا 15 مش كده؟ في تريك صغيره كده تعملها، قيس طول الفوت، طول القدم بتاعت رجل دي في 20 اسبوع وما حولها، المتر مستر يعني، الفيمر قد الفوت، طولهم طول بعض. لو طلعت الفيمر اصغر من الفوت يبقى انت بتتكلم على سكليتس. خلاص، ما تنساش انه كل الحاجات دول 85 حاجه دول جينيتك ديزيزز، فدول بيحتاجوا يشوفهم كلينيكال جينيتكس بعد ست ما تولد ويعمل الدياجنوزس مظبوط. ليه؟ الكلينيكال جينيتكس ده بيقدر يقول لهم ان ده كان اوتوزومال ريسيسيف والانسيدنس انه يحصل كده تاني قد كده وحد معايا. عشان ليه؟ الاب والام دول بيبقوا عايزين يعرفوا طب لو خلفوا تاني هيحصل لهم كده؟ هيجيبوا بيبي زي ده تاني؟ فبتاع الكلينيكال جينيتكس هو الوحيد اللي يقدر يقول لهم كده. بياخد بقى شجره العيله والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، وده تخصصه. تقولي طب هتفرق يعني؟ اه تفرق، لان ممكن يكون عندهم ثلاث اربع عيال كويسين يقول لك الحمد لله على كده يا عم، احنا مش هنعمل كده تاني. خلاص؟ وممكن لو طبعا ما عندهمش بيبيهات خالص هيقول لك ان شاء الله يكون الاحتمال 90% هنحاول ربنا. انما بيحتاجوا يتشافوا بكلينيكال جينيتكس بعد ما يولدوا ببعتهم. دي صوره هنشوفها. اه باين. بصوا ده في مرة اهي متقسم من اول السهم ده للسهم ده، ودي فوت بتوع نفس البيبي بنفس الماجنيفيكيشن من غير ما اساس محطوط عليهم، باين ان هم قد بعض مش كده؟ طب بصوا دي، بصوا الفوت قد ايه وبصوا الفيمر قد ايه. ده بتوع نفس البيبي بنفس الماجنيفيكيشن. خلاص، يبقى ده بيبي عنده سكليتال ديسبليزيا وده بيبي ما عندوش.
قياس من البيكتو من قاع من اول البيكتو اهو لغايه الهي. اول حاجه في القدم كويس. طيب ده كلام اكاديمي جدا بقى، ان انت عشان تفحص بقى السكريتال ديسبليز بالظبط احنا لازم تشوف السكال ولازم تشوف الفيرتيبرال كولوم ولازم تشوف كل اللونج بونز ولازم تشوف البلفس ولازم تشوف السكابيولا والكلافيكل. ده كلام نظري محدش بيعمله في الكلينيكال سيتويشنز، بيعملوه الناس اللي بيعملوا ابحاث. انا عايز اتركز في الكلمتين اللي انا قلتهم، فيمر فوت بقيه اللونج بونز ثوراسيك سيركمفرنس، خلصت الكلام. الباقي ده للي عايز بقى يعمل ابحاث وحاجات يعني. والكلام ده مكتوب في السلايد اللي هتاخدوها برضه على السي دي بتاعكم، ان اللونج بونز لما تشوفهم لازم كومنت بقى على ايه؟ طولهم وعرضهم ووزنهم وشكلهم والكيرفتشر والانجيليشن. كلام برضه ما هواش مفيد قوي لانه ساعات بيبقى الديسبليزيا تخلي شكل اللونج بونز كده، انما مش هيساعدك ده في التشخيص قوي. وان كان ممكن يعني بصوا الفيمر دي معوجه زياده عن اللزوم، كيرف زياده عن اللزوم. بصوا الفيمر دي اتكسرت كلها، في بيحصل لهم باثولوجيكال فراكشر زي في اوستيوجينيسيس امبرفكتا، وتلحم فتلحم غلط محدش يلبسها، تلحم بعنجل. دول العضلتين المكسورين الاثنين خلاص، وده بصوا الكارتريج وارد زي ما يكون منفوخ كده، لانه احنا مش قلنا المشكله كوندرو مش كده؟ طيب من اشهر الانواع الايكوندروبليزيا اللي هو الاقزام اللي في السيرك. الايكوندروبليزيا دي فيها مشكله ان احنا قلنا احنا بنشك فيها امتى؟ لما الفيمر تطلع قصيره. الايكوندروبليزيا الفيمر بتطلع نور طولها كويس لحد 23 24 اسبوع، يعني بعد الوقت اللي بيجي فيه البيبي عشان انوماليز 20 اسبوع. وهنا محدش يلومنا لو قسنا الفيمر نورمال والبيبي شكله بقيت كل حاجه خلاص، ما بنقولش في حاجه. بتطلعت امتى؟ لو البيبي جه لاي سبب بعد 24 اسبوع يعمل التساوند وقسنا الفيمر لانها قصيره، هي الوحيده اللي قصيره وبقيه الحاجات كلها كويسه. خلاص؟ ودي لحسن الحظ انها نون ليثل، ما بتموتش يعني. تمام؟ وده الشارت اللي بيوري النورمال جروث بتاع النورمال فيمر، وده بتاع الايكوندروبليزيا. بصوا هنا عند الحته بتاعت 24 اسبوع تقريبا هنا بيبتدي الفيمر تبطل تكبر شويه. خلاص؟ السكال بقى شيء هفوتها، هوريكم كام صوره كده انما يعني ما تقلقوش دماغكم بيها. يعني شفنا الصور دي امبارح، ده ابنورمال سكالز شكلها خلاص ابنورمال فيمس. شفنا الصوره دي بتاع الديل اللي عنده اكوندروبليزيا سوري اوستوجينيسيس امبرفكتا، وهوريكم صوره ثانيه زيها ده تبقى كله مكلافيكل والبتاع ده ماشيه. ده كلام اكاديمي قوي برضه. الحته دي عشان ما حدش يتخمن فيها، دي الترمينولوجي بتاع وصف الشورت او الابنورماليتيز بتاعت الليمز، ان لما يكون الهيومرس هي اللي قصيره بس يبقى اسمها كذا، ولو الهيومرس والريديوس والارنب يبقى اسمها حاجه ثانيه، ولو الهاند مش عارف ايه. وزي ما انتم شايفين بقى رايزوميليا وميكروميليا وكارتيكوميليا ومش عارف. لو سمحتوا ما حدش يحاول يحفظ الكلام ده لانه كتير جدا وما بنشوفوش كتير، فهتحفظه النهارده وهتنساه بكره على ما تيجي تعمل حاله مش هتفتكره. ولو افتكرته وكتبته اللي هيقرا مش هيفهمه. فلو سمحت لو عايز توصف لم توصفه بلدي، هتقول الليفت فيمر از شورت، او اول لونج بونز ار شورت، او بوث يومرس اند ريديوس في الرايت ارم ار شورت كده. الكلام بقى لا انت هتتلخبط فيه ولا اللي هيقراه هيتلخبط. خلاص؟ فسيبنا من الكلام ده، كلام برضه لكتابه البيبرز والشابترز اللي في الكتب والكلام ده موجود عندكم، انا عايز يعني نتسلى فيه. خلاص؟ زي ما انتم شايفين كل السلايدز دي كده، كل اللي انا عمال اقلبه. هنيجي بقى نتكلم على الليتال فورمز اوف الكوندروبليزيا سوري الاوستوجين سكريتال ديسبليزيز اللي بيموتها. الانسيدنس بتاعهم واحد في الالفين، يعني نشوف لنا 10 12 حاله في السنه في الجلاد من اللي بيموتها. تاني حاجه ان هم قلنا بيتميزوا بايه؟ كل اللونج بونز قصيرين وسمول فوركس مش كده؟ طيب
والهيد ميجرمنتس والابدومينال سيركمفرنس نورمال خلاص اليوم زيهم زي الاكسبكتد من البوزيشنال ايج بتاعه. بص ده بروفايل بتاع بيبي نايم كده، ده اورتو مناخيره ووشه وظهره هنا. بصوا الفيمر معوجه. تاني حاجه دي الابدومن وفيها الاستومك ودي راس البيبي ورقبته. فين التشيست؟ فين سمول؟ يكاد يكون مش باين. الحاجه الثانيه اللي ملحوظه هي ايه؟ ان الابدومن بالجنج بالبرد. ولو انتوا فكرتوا الاقزام اللي في السيرك بيبقى عندهم كرش وهم مش تخان. ليه؟ الثوركس لما ضيق الدافران بينزل لتحت تقوم الفيسره تطلع لقدام. فالبيبي بيبقى شكله كده برضه. بنقول عليها البيل ساين زي الجرس بتاع المدرسه. الثوركس ضيق والابدومن عامله كده. خلاص؟ وفي ناس تقول لك عليها الشامبين كور كابيرنس. عارف؟ ده هو ده الوحيد اللي بيشرب. عارف شكل الفله بتاعت ازازه الشمبانيا؟ ايه الفله بتاعت ازازه الشمبانيا؟ بيبقى من بره تخينه وداخله في النك بتاعت الازازه وبعديها تخينه تاني، عشان كده لما بيفتحوها بتفرقع. انها بتطلع بالعافيه وفيها غازات جوه. فالمهم يعني ايه هي القصه دي؟ ده الهيد في الحته التخينه اللي بره، والفوركس هي الحته الرفيعه اللي في عمق الازازه، والابدومن هي الحته التخينه اللي بعد كده. فبيقولوا عليها شامبين كور كابيرنس، وكل واحد وعلامه. خلاص؟ فده اهو بيبي تاني نايم اهو. شايفين الابدومن بالجنج ازاي؟ وشايفين الفوركس هي الحته الصغيره. خلاص؟ وده البيبي بعد ما اتولد او بعد الابوش. بصوا الجسم داخل جوه والثور والابدومن طالعه وباين ان كل حاجه قصيره. خلاص؟ وده صوره الابدومينال سيركمفرنس وثراسك سيركمفرنس في نفس البيبي. باين ان دي ده ليه في الفورس اللي هو ده. تمام؟ طيب. دي صور 3 دي اللي هتبصوا بطنهم كرش ازاي؟ خلاص وايديهم قصيره. شايف باين ان الدراع عامل كده قصير كده. طبعا دي يعني 3 دي بس مش باينها اجمل شويه. خلاص؟ بصوا الفيتال فورمز كام واحد؟ 44 نوع بيموتوا. تمام؟ والانسدنس بتاعهم كويس متفاوت. 1 في 100,000 في 45,000 مالناش دعوه. زي ما قلنا الليسته فيها 44 سندروم ولا حد يهمه. المهم ان انا عارف ان كلهم فيهم شورت لونج بونز سمول فوركس. خلاص؟ كلهم اتفقوا في هذا. اسمعهم كلها مكتوبه هنا بقى شويه حاجات عنهم. تعالى بقى للنون فيتال فورس. خمسه. يبقى when you see skeletal dysplasia it's more likely to be lethal than non-lethal. خلاص؟ مش كده وبس، ده الخمسه النون ليثال. بصوا الانسيدنس بتاعتهم ايه؟ سيبك من الاسماء. 1 كل 27,000. 120 حاله ريبورتد في 50 سنه. الليتش. 1 في كل 100,000. فيري رير. مفيش حتى انسيدنس، يعني 15 20 حاله للكتب. 700 حالة في 45 سنة. الدنيا. تمام؟ لما اشوف سكليتال ديسبليزيا اركز قوي انها غالبا هتطلع من الليتال فورس. خلاص؟ دي حاجات تانية من التشينجز اللي بتحصل، ان فاكرين قلنا السكال بتتأثر ولو انها مش لونج بون، انما برضه نموها بيفرق. فبيبقى عندهم زي برضه الاقزام بتوع سيف كده اوريتم كبيرة وطالعة قدام كده، وده لاقيه في البروفايل بتاع البيبي. خلاص؟ انا همشي بس الحاجات عشان لو في حاجه ثانيه. الكونتروجينيسيس دي حاله هتشوفوها كتير. دول يعني ما اعرفش انا بشوف ليه حالتين ثلاثه في السنه، انما الانسنس 41,000. احنا قلنا امبارح حكايه الانسنس دي جايه منين. انما دول بيبقى فيهم بقى ايه؟ عكس الايكوندروبليزيا. الكونتروجينيسيس اللونج بونز ار اكستريملي شورت.
يعني الفيمر بقى مش قصيرة شوية عن ال لا الفيمر مثلا بدل ما تبقى 20 مللي تبقى 5 تبقى زي النقطة، وساعات حتى ما تبقاش شايفها تقسم تقعد تدور عليها ما تلاقيهاش. بالبلدي كده طالما الفيمر والهيومرس تبقى زيها والريدس والقفا كله نقط كده قصيرين قوي كده، مين تاني هيبقى قصير قوي قوي قوي؟ الريبس. يبقى مين هيبقى صغير قوي قوي قوي؟ يبقى أي سيفير شورت يعني في اللونج بونز از ليك، لانه هيبقى برضه الريبس ار فيري سمول ار فيري شورت از ليك. خلاص ده طبعا انديكيشن اوف ترمينيشن او بيمن. خلاص دي حاجات فيري رير بقى اللي هو انه زمان كان الاسم القديم بتاعها السيكرال ايجينيسيس، فاكرينه؟ انه السيكرم بتاع البيبي السيكرم ما اتعملش تمام، وكل ما تحته ما اتعملش صح. ليه؟ لانه النيرفز اللي بيتغذوا النص التحتاني او الرجلين دول طالعين من السيكرال بلكسس او النيرف روتس. خلاص فبيبقى عندهم درجات متفاوته من الابنورماليتيز، تلاقي بقى الرجلين مش موجودين، تلاقيهم فيمر واحده ولازقين في بعض، تلاقي اي حاجه بقى. فانا هفوت بس لان هم كتير بس فيري ريل. بس السيكرال جينيسيس مسميات دلوقتي بقى بيسموها بقى انفيريور ريجريشن سيندروم، مش مهم الاسم ده، كاركترستيك للماتيرنال باريز. يعني بيحصل اكتر حاجه لو الست عندها دايابيتس وحملت وكانت دايابيتس ان كنترول بينهم سكر بينس، يعني اللينك بينها وبين الدايابيتس عالي قوي. خلاص البكتيريال سيبك منه، وده السكر بينسس. انت هنا شايفين الفيرتبري دول ثراسك لامبر سكر ماشي، بصوا دول ثراسك لامبر مفيش، ومش الصوره ضلمه هو مفيش. خلاص ودي صوره ال 3 دي بتاعتها، بصوا الثراسك اللي طالع منهم الريبس وتحتهم مفيش سيكرال فيرتبري. خلاص وده بيبي مولود زي ما يكون عنده وان تايم وفيها فيمر وتحتها مفيش حاجه ومحدش قطع منه حاجه، هو كده اخر ده واحد البرايتز بتوع السيكرال جينيسيس او الانفيريور ريجريشن سيندروم. خلاص تاني بس احنا شفنا حالات ثالثه امبارح روكر بوتوم فوت، دي روكر بوتوم عامله زي الرجلين بتاعت الكرسي الهزاز. خلاص تبقى على شكل الرجل كده، ودي بتبقى باينه في الالترا ساوند عامله كده وهنا عامله كده، وبيبقى الكالكينيوس اللي هو كعب الرجل بارز لبره كده لورا. خلاص ده موجوده في سندرومات كتير، يعني عمرك ما هتلاقيها لوحدها، هتلاقيها مع انوماليز ثانيه كتير. تمام، يعني انا حطيتها لانها المحاضره دي لا ما اعرفش يعني. بص الانسيدنس ايه؟ يعني مش قليل، يعني في السنه في الجامعه شفنا لها حاجتين ثلاثه، حاجه اسمها ارثروميكوزيس مالتيبلكس كونجنتال، ده باختصار كونكتيف تيشو ديزيز بيخلي ستيفنس في الجوينتس، كل الجوينتس بتاعت الجسم بتاع البيت. تمام؟ فما بيبقاش بيتحرك وانا بشتغل الاقي ما بيفردش ايديه ولا يتنيه، يبقى واخد اوضاع ثابته كده كده زي ما يكون. من ضمن انه الجوينتس ما بتتحركش الماندبل ما بيتحركش، فما بيعرفش يبلع، فبيبقى عندهم اي جي ار. تمام؟ ولما يتولدوا يعيشوا نورمال لايف سبان ونورمال اي كيو، انما بيبقوا زي حته الخشب لا يقدر يحرك ايد ولا رجل ولا ياكل نفسه ولا اي حاجه. تمام؟ ودي برضو هوريكم الصور كده، بصوا كان بص رجل البيبي تفضل مفروضه كده على طول وتلبس كمان، بص كده هي فيكست في البوزيشن ده خلاص ستيف. بصوا ده البيبي ده بعد ما اتولد هو كده هيفضل عايش طول عمره كده، شكل رجليه كده ما بيتحركوش. ده بيبي كان عامل كده وعامل كده والست ورجليه كده، يعني رجليه مفرودين كده على طول طول الوقت والايدين عاملين كده طول الوقت. ليه؟ اللي عامل ايه؟ هقول لك ما هقول لك امبارح ان انت بتشوف اثناء الفحص، انت بتخلص الفيتا اناتوم ده بحوالي ثلث ساعه على الاقل.
يكون البيبي حرك نفسه، ده تلاقيه قاعد ساكت. ولو الام نصحة دي الحالة دي بالذات هوريكم، بس اكمل لكم مش عارف ايه ده الصورة دي هنا. البيبي ده بصوا كان ايديه اللي بيعمل كده، الايد عدة كده والرجل طالعه وراها كده وما بيتحركش خالص، وده بعد ما عملنا له ابوش. بصوا شكل الجوينتس كده على طول، حاول تحركهم كده وكده ما يتحركوش. وبصوا في ماسل ويست اللي هنا بيبتدي لسه، ليه؟ لانه ديس يوز اتروفيك، ما بيتحركوش فبيبقوا اتروفيك. الست دي ست مدرسه من الاقصر او من اسوان، تجي لي كل عندها ست عيال، كل ما تبقى حامل تجي لي من اسوان تعمل انومال سكان 20 اسبوع وتروح. هي كده، هي مدرسه احياء في مدرسه ثانوي. المره دي جت قالت لي انا دكتور حامل في ست اشهر وعايز اشوف البيبي. قلت لها طيب ماشي هنعمل انومال سكان. قالت لي البيبي ده ما بيتحركش. فقلت لها قصدك كان بيتحرك وبطل يتحرك؟ قالت لي لا البيبي ده ما اتحركش ابدا من ساعه الحرب. قلت يعني انا يعني وانا قايم اشوفها بقى كل احنا لسه قاعدين بنتكلم متلخبط مات. طب ايه اللي خلى بطنها بتكبر؟ ودي ست بقى انا بقول لي انها مدرسه، انها ست فاهمه هي بتقول ايه، عارفه لما بتقول لك بيبي ده فلما قمت اشوفه ابتدى هو البيبي ده. وكانت في الوقت ده 26 اسبوع او 25. فجاء لوحدها من اسوان على ما جوزها جه واتكلمته وبتاع ووافقوا ان يعملوا ترمينيشن اوف بريجنسي، لانه زي ما قلنا طبعا الكونسلنج از فيري ديفيكلت، لانه هتقول لهم ان البيبي ده مش هيموت لما يتولد، هيعيش وبيبقى فاهم وواعي وذكائه عادي جدا، بس هيبقى ذكي هيبقى عايش كده. فطبعا قالوا لا احنا مش عايزينه وعملوا ترمينيشن اوف بريجنسي. انا عارف السؤال الليالي هذا حلال ولا حرام، ماليش دعوه خلاص. تمام. الفينش كير سندروم ده سندروم من بيبقى فيه الارثروبوزس ده التخشيبه دي. انا شفت حوالي اربع حالات في السنتين اللي فاتوا من الارثروبوزس خلاص. وبيبقى معاهم هرمون هيبوبليزيا وبتاع، انما فيري رير، انما اسمه اصله اتراكتيف للعرب، يقول لك فينا شقير على اساس مش شقير فلما يسالوه في الامتحانات وبتاع. انا هو فيري رير سندروم ده 60 حاله ريبورت في 20 سنه من كل الليتشر، يعني بيبقى في ارثروبوزس ومعاه برمجه هيبوبليزيا وهايبرتيروريزم ومش عارف مايكرومات ومليون حاجه ثانيه. ما خلاص ما هو الارثروبوزس لوحده مصيبه. فيعني كونه بقى شوف السندروم بقى في كل الكلام ده يعني نوتيفيكيشن هتفرق معايا حد. وده حاجه ثانيه اسمها ميكل جرابر سندروم، وده سندروم برضه ما هوش قليل، انا شفت لي ثلاث اربع حالات في السنتين اللي فاتوا. ده بيبقى بيبي عنده اوكسيبيتال كيفالوسيد وبطنه تخينه قوي كده لانه عنده بوليسيستيك كيدنيز، انفانتايل بوليسيستيك كيدنيز كبار قوي مالين بطنه كده، وزي ما انتم شايفين فيري شورت لونج بونز. وطبعا غني عن الكلام انه ده ليثر سندروم. ده تمرين كده شايفين دي السكال بتاع الفيتس، واحنا بنقيس البايبريتال ده يعني لفت نظري فيها وانا بشوفها حاجه معينه. يمكن هنا مش باين عشان محدش بس يتلكك، نشوف هنا ايه اللي لفت نظري. لو جايين يقولوا يعني شايفين في حاجه، ده سكال وده بايبريتال دايمتر. في حاجه ملفته للنظر في السكال دي، في البرين ده، في اي حاجه هنا؟ ها؟ لا مش دايليتد فنتركل، لان ده مش الفنتركل، ده السريبرال مانتل. الفنتركل كويس اللي الحته اللي فيها السيركرودي بلكسس كويس. ها؟ الايه؟ شكلها ماله؟ ليه؟ لا ما فيهوش ديفكتس ولا حاجه. طيب تمام. وده الثوراسك سيركمفرنس والابدومينال سيركمفرنس بتوع نفس البيبي جنب بعض، داين الثوراكس و خلاص؟ طيب ده يعني